يا الله جوال، طب بالله ايش ده؟ شوفي قد ايش تخنانة يا الله. طب بالله انا دحين يعني ايش حسوي؟ هذا مو منطق. ناصحة، دبة، بقرة، عجل، بلدوزر، منفوخة، بالون، قد الطبل. انزعجت. أنا صراحة هلأ إلي فترة عم لاحظ إنه كل أصحابي مش بس أنا عم ياخدوا صور مودلز على سوشيال ميديا، وكل الوقت عم يعملوا سبار وعم بيقضوها بلا أكل كرمال بس ليصيروا على نفس التيب أو نفس الشكل تبع هول المودلز. كتير مهم أكيد نظرة الجنس الآخر للبنات، خصوصي هلأ إنه الشباب مثلنا مثلهم، يعني كل الوقت سكرولينج على انستغرام، كل الوقت عم بيشوفوا هالبنات المودلز يلي عن جد ايام جسمهم بيكون فوتوشوب، يعني بيزغروا خصرهم، بيزغروا اجريهم مثل ما هن بدهم، فعم بصير عندهم فيك صوره غلط للبنت كيف لازم تكون، وهيدا الشيء عم بحط البنت قدام مشاكل نفسيه كثير كبيره. عمليه شفط بتصير بالخصر، فالخصر يصير يعني الخصر قد ايه؟ قد رقبتي. ايه عن جد؟ لا لا ما بعمل شفط، بمرن ارادتي انه اضعف اكيد، او انه اعمل سبار، او انه بس انه روح على القصص المش طبيعيه. لا ما ماني معه. انا برايي انه نقدر نسوي ده الشيء بس مش بالعمليات، يعني انا ضد العمليات الا اذا كان في وضع معين، يعني اذا كان صعب جدا انه هي تنحف، وإذا كان ما عندها القدرة على إنه هي تساعد نفسها. صح. في حدا بعرفه كان كل مرة بياكل بشراهة، يعني بحب هيدا، هو حدا كتير بحب الأكل، فكل مرة بياكل ناصح؟ مليان بس منه أوباز ناصح، فكان كل مرة بياكل من بعد الأكل بحس بشعور ما بيقدر يوصفه، وكذا مرة بس أسأل شو هو هالشعور، بيقلي شعور الذنب. تخيل انه صار مرتبط، وقعت الاكل تبعه مرتبطه بشعور الذنب لدرجه انه اخر شيء ليريح حاله صار يضطر يفوت على التواليت يحط اصبعه بتمه ليستفرغ، وهيدا مرض نفسي اسمه البوليميا. انا صار معي موقف تقريبا كان عمري ابو 14 سنه، كنت مره نحيفه، يعني كان وزني تقريبا 35، يعني شيء زي كده مره نحيفه. فاللي صار انه كان في واحدة بنت كان جسمها مره يجنن، ولما قابلتني فاول ما طلعت فيها قالت لي يا الله مره كده من تحت انت عريضه. فالاحساس خاصه انه انت لسه يعني مراهقه وبتشوفي نفسك بتكبري كان احساس مره صعب علي. فاللي صار معايا اني رحت على الصيدليه وجبت حبوب مانع على الشهية، كان المفروض انه اخذ حبة واحدة اول ما اصحى من النوم. طيب كانوا عارفين اهلك فيك؟ لا حقول لك كيف عرفوا. صرت لما اصحى من النوم اخذ 4 حبات، هو المفروض انه اخذ حبة واحدة. فاللي صار معايا بظرف 5 ايام انا ما اكلت ولا اي شيء، عايشة على الموية، فصار عندي نشفان وطحت في الارض واخذوني طوارئ. فضلت في المستشفى أبو 20 يوم، وكانت حالتي مرة سيئة يا ليلى. ولما عرفوا أهلي أصروا إنهم يعرفوا السبب، فلما قلت لهم السبب ماما أفتكر صارت تبكي، يعني مرة خافت عليا. ضروري إنك تكوني مثالية. لازم أكون نحيفة. لازم تكوني مثالية. أبغى أكون أنحف يعني. خلاص هو لازم انك انت تكوني مثالية. لا لازم اكون انحف. لازم تكوني مثالية. ابغى اكون انحف من كده. خلاص خلاص خلاص. يعني نكون صريحين،
كل وحده فينا عندها شيء في جسمها او في وجهها صح. يميزها صح. فناخذ الشيء الكويس ونبني عليه على اساسه شيء احلى. وكمان في شيء مره مهم لازم كل احد يعرفه، انه ما في احد بيرفكت في الحياة ابدا، يعني ربنا خلقنا وخلق شيء، كل احد فيه شيء ناقص، ما في انسان كامل. انا مثلا احيانا لما اوقف قدام المراية اقول ححسن الشيء ده فيا، لو كان في تصرفاتي، في شكلي، في ضحكتي. يعني يا بنات يا حبايبي، لو تبغوا تضبطوا جسمكم، لو تبغوا تغيروا اي شيء في حياتكم، لا تقولوا انا ده الشيء مو حلو عشان كده حغير، لا، قولي انا ده الشيء حلو فيا بس هخليه احلى. انه ليلى عادي تطلع على حالك على المرايه، شوفي الشيب تبع جسمك قد ايه حلو. ليه بتطلع بالارقام؟ انه ماكسيموم بتعرف شو بدك تعملي، بدك تعملي سبور. بس قبل كلي شوكولا، تفضلي، لانه الشوكولا بيعطي انرجي. روح اعمل سبور عادي. ما فهمت انا كمان الموضوع. ولتتابعوا هيدي المواضيع يلي عم نعالجها وكل الحلقات يلي عم نعملها، ما قلكن غير تكبسوا على الحلقه، واكيد تتركونا كل تعليقاتكم بخانه التعليقات. ما ابغاكم تنسوا السبسكرايب واللايك.